السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما العادة جينا نزور الأسطورة الكبير السيد محمد الرياحي الذي اعطينا الرأي ديالو في المشاركة ديال المغرب بالمونديال 2018 اللي كتجرى حاليا بروسيا. الذي اعطينا الرأي ديالو في المشاركة ديال المغرب والرأي ديالو في المدرب، وكذلك علاش ما كانوش متواجدين لاعبين دوليين سابقين مثل السي محمد. نشوفوا السي محمد الرياحي الرأي ديالو في المشاركة ديال المغرب بمونديال روسيا 2018. جريدة أخبارنا المغربية معك السي محمد الرياحي. مساء الخير. مساء الخير أخي صمدي، مساء الخير، كيف انت؟ بخير ان شاء الله. سي محمد الرياحي، ربما تابعت المونديال، تابعت بدقة المقابلات ديال المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي ضمت المغرب إيران إسبانيا والبرتغال، يعني كيفاش شفتي الفريق ديالنا الوطني في مونديال روسيا 2018؟ يعني شفت على الفريق ديالنا كان ممتاز كبير، يعني داك الشيء اللي عملوه يعني ما يتصورش، من غير حاجات يعني ديال التكتيك ديال المدرب، يعني مدرب لي انا فاشل صراحه، هي هذه مدرب فاشل. يعني اولا قبل كل شيء في المباراه الاولى، فشل في المباراه الاولى، يعني في التكتيك ديال المقابله الاولى امام ايران، تما كل شيء، وهي كل شيء كاس العالم كيتركب على المباراه الاولى تربحها، انت راك عارف هذا الشيء هذا. نعم. ما انا كنهني وكنشكرهم بزاف، اللعابه ديالنا كاملين يعني عملوا المجهودات على المستوى الكبير، وعندنا الحمد لله لعابه على المستوى الكبير في فرق كبار، فهمتي؟ ولكن للاسف الكبير المدرب ماشي على المستوى ديال ذاك الفريق المغربي صراحه، هي هذه. انا واخا يقولوا جاو عمل الديسيبلين وعمل الاداب وعمل هذا، مابقاتش في الديسيبلين، ابقات في العمل الصح في وسط الملعب، ما الديسيبلين عندهم مأدبا، اخلاقهم ادبهم كل شيء ديالهم، فهمتي؟ دي اذا سي محمد الرياحي اللاعب الدولي السابق ودرب كذلك المنتخب العسكري للمملكه العربيه السعوديه وبعض الفرق، يعني كيقول بان هيرفي رونار اخفق في المقابله الاولى اللي كانت هي مفتاح ديال المرور للدور الثاني. هي ما ضد، انا كنت حساسي يعني، كنت اما يعني تعادل يعملوا مع البرتغال والتعادل مع اسبانيا، هذا كان الحساس ديالي، هذا قلت يعني صح، هذا الحساس ديالي انا، كنا تذكرنا فيها يعني، وهذا ممتاز لا تعمل مع البرتغال يعني 0-0 عندك نقطه، ومع اسبانيا عاوتاني 0-0 وتكسب الايران، يعني راه هذا، وكنا نقدروا نكسبوا الايران، غير المدرب ما عندوش خبره، هو كيقول بالله ما عندوش الخبره ديال كاس العالم، وانا شغادي نقول ملي مارتينيز ديال بلجيكا مدرب روبرتو مارتينيز ما عنده حتى شي خبره ولا كيعرف، ولكن لعب دو الكره فريق على المستوى متوسط في 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 في, في, في انجلترا يعني، وجاء هو غادي بواحد النتيجه على المستوى الكبير، وبالتالي يعني بين امام اليابان منهزم بهدفين الى صفر، التغييرات ديالو عطات الاكل وجاب التعادل والانتصار، فكترجع للفضل المدرب روبرتو مارتينيز اللي عرف كيفاش يخرج الفريق من الهزيمه للانتصار، ولا لدوك اللعابه كما مروان الفلايني، انا كنهنيهم من هنايا، فهمتي؟ يعني شرفوا بنا بالجاليه المغربيه، شرفوا بها هو واخ شادلي، يعني كنشكر مروان والشادلي، كنشكرهم بزاف على المباراه اللي عملوا، مباراه كبيره، فهمتي؟ وهو نجح، ماشي ما عندوش خبره، هو ما عندوش خبره، علاش المدرب حتى يكون عنده خبره؟ نعم، روبرتو مارتينيز هو اول منتخب كيدربوه في الحياه ديالو بعد ما درب فرق عده ببريطانيا كسوانسيا سيتي وايفرتون الى اخره، فاكيد ان روبرتو مارتينيز نجح مع الفريق البلجيكي ولم ينجح هيرفي رونار مع المنتخب المغربي. يعني هذا هو القصد ديالك سي محمد. ايه يعني هو علاش على الكلام اللي قال هو، كيقول لك اودي بالله انا ما عنديش خبره، وملي عندك ما عنديش خبره على باش تدرب؟ لا ما عارفش الكره العالميه على هذا، وحنا هو لا فوت ديالنا الور ملي جابوا واحد السيد ما عنده، واحد المدرب اللي ما عندوش خبره على الكره العالميه، علاش غنجيبو انا؟
عنده خبرة على كأس إفريقيا. حتى كأس إفريقيا خفق مع المغرب في الكابون. يعني وجابوه باش يفوز بكأس إفريقيا لأنه فاز مع زامبيا ومع كوت ديفوار، وجابوه باش يفوز مع المغرب بكأس إفريقيا ديال الكابون. هذه هي العقد اللي عنده مع الجامعة. على الأقل يوصلوا من نصف النهائي. ولكن ما وصلناش للنصف النهائي، ما وصلش الكرة المغربية للمنتخب، وبالتالي خلاو هذا المدرب هذا وجا يعني المونديال وبين بأنه مدرب محدود. ودي أنا كل محترم، كنحترم المدربين كاملين. يعني كنحترمه هو كمدرب، ولكن لي أنا المغرب ما هوش مدرب من الكويرية المغرب. الكويرية المغرب خصهم مدرب في حالهم أوروبي ولا برازيلي. أنت شفتي المرحوم فاريا. نادي فاريا عام 1986 نعم. ايوا شنو عمل ذاك الفريق؟ ولهذا حنا خصنا نصبروا عاوتاني في ذوك الفرق ديال في المدربين البرازيليين ولا البرتغيزيين ولا اوروبيين. وعلاش ما يكونوش مغاربه السي مهمه؟ وهذاك هو احسن هالنتيجه. ما عندوش خبره وطلع ودا الشامبيونه في طنجه. اخ دريس مرابط نعم. ايوا دريس مرابط عنده شي خبره. وعموته كذلك فاز مع الوداد البيضاوي بعصبه ابطال افريقيا. هما على المستوى، عندنا مدربين ومدرب حتى هما جاي من راسهم. اشنا هما خصنا نعطيهم الوقت. فوالا. وندعموا كيف حال اللي كندعموا الاجانب. احنا كنحطموا ديالنا. كنحطموهم. احنا كنحطموهم. انا اللي كنت كنشوف دائما كيحطموا المدربين ديالنا. عمر ما عطاو شي فرصه واحد ليميت دو كونفيونس. فهمتي؟ ليميت دو كونفيونس هي ليميت دو كونفيونس هي، ولكن خصها تعطى المدربين ديالنا. حنا عندنا مدربين، علاش ما عندناش؟ عندنا مدربين. غير الله يهدينا وصافي، هذا هو الله يهدي خلي الله. المسؤولين يعني المسؤولين ما نهضروش المسؤولين. منذ تأسيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سنة 1959 إلى يومنا هذا، يعني منذ اللجنة المؤقتة آنذاك في أول سنة اللي كانت رأسها السيد أحمد يزيدي، مرورا بعمر بوستة، وجا يعني اخرهم فوزي القجع اللي خلف فاسي الفهري، وفاسي الفهري خلف الجنرال حسني بن سليمان. اكيد ان المسؤولين المسيرين عندنا دون مستوى سي محمد. المستوى عندهم، ولكن خصها تكون عندهم واحد. انا كنقول لك كويريه الكويريه عندنا. احنا دائما المغرب عنده المستوى الكويريه دائما على المستوى الكبير. إذا خص رأس الجامعة يكون كويري في التاريخ ديالنا. نعم. عندنا يعني التاريخ ديالنا بالكرة. للأسف هاد التلفزيون ما كيدوجوش التاريخ ديال الكرة. نعم. الكويرية ديال المغرب. أنا ما عمري شفت شي تلفزيون ديال المغرب دوزت شي حياة ديال اللعاب في شي فريق. دابا عاد شفت شي حاجة ديال الظلمي، شي حاجة هكذا كي هادي واحد الظلمي، فهمتي؟ ما تبقي ما كنشوف والو. كنشوف أنا اللعابة ديال سود أمريكا، اللعابة الأوروبيين كيدوزهم علينا حنايا. إيوا حنا كيفاش بغيتي الشباب ديالنا يعرف الكرة ديال شنو الكرة ديالنا؟ شنو الأصل ديال الكرة الكويرية ديالنا؟ اللي شنو عطاو وفين وصلوا وفين مشاو وشنو عملوا؟ فهمتي؟ يعني هذا وهذا للأسف هذا هو التحطم الكبير اللي كتحطموا التلفزيون، كتحطم ما كدوزش كما ينبغي اللعابة ديال الكرة. علاش؟ اش عندنا حنايا؟ وكما لعبة الكرة كما الرياضيين كلهم، الرياضة ديال القوة ديال البوكس دو كاراتي دو الهاندبال الباسكيت القوة فين القوة؟ ألعاب القوة. نعم ألعاب القوة كنا حنا الممتازين. كنشكر هذوك اللعابة مساكين الله يذكرهم بخير إن شاء الله، ربي معاهم ويزيد لهم ربي في العمر. دوك ديال القوة ولا ديال البوكس ولا ديال الكاراتي وسير. فهمتي؟ ولكن ما كتشوفش بان سي محمد الرجل المناسب في المكان المناسب ما كاينش عندنا في المغرب. وحنا الصراحه المنظومه الرياضيه عندنا في المغرب مع الاسف كاين شباب المغرب كله شباب، ولكن ما كاينش اللي عطاه الفرصه. انت تكلمت كثير على الرياضيين. كنت كنتمنى يعني شي نهار لعيب دور الكوره يكون رئيس ديال لافيدراسيون، يكون لعيب دور الكوره ومعه غير كويريه، يعطيهم واحد الريجيم بحال كاس العالم واحد 4 سنين ويشوفوا اش غادي يعملوا. يعني يجيبوهم كاملين، يجيبوا الرئيس وذاك الرئيس يجيب معاه اللعابه اللي خصو، ما يجيبش دوك البرانيين ولا هذا، وتبعد شويش من الامور ديال السياسه وهذا، فهمتي؟ وغادي تشوف كي غتنجح كره القدم. كنهضر على كره القدم، ما هذوك ديال البسكليطه مساكن هذوك سالاو معاهم صافي ضاو مع هذوك المساكن ديال البسكليطه تما والو، فهمتي؟ كافحوا هادي هما مساكن يلا كيقولوا في سبيل الله. اذا سي محمد الرياحي باش نكملوا الحوار ديالنا
ما غادي نطولوش كثير. يعني رايك في المدرب هيرفي رونار اللي تكلمنا عليه، هو فشل في المهام ديالو، لان باش ننجح واحد الراجل هو فشل؟ لا، نكونوا واقعيين، نكونوا موضوعيين، نكونوا معقولين في الكلام ديالنا. المدرب الناجح هو اللي كيمر الدور الثاني. سيدنا نهزم في المقابله الاولى هو الذي يتحمل المسؤوليه ديال الهزيمه، ثم في المقابله الثانيه امام البرتغال نهزمنا بنفس النتيجه. فعلا هناك تحكيم ما كانش يعني صعب في صالح المغرب، لكن المقابله الثالثه لا تسمن ولا تغني من جوع مع اسبانيا، ما عندها حتى شي اهميه، وبالتالي يعني الرجل يعني فشل فشل ذريع. شوف انا ليا انا يعني اش غادي نقول لك، لي زاربيتراج ملي كنت كنلعب كنت كنحسب راسي لاعب ضد 12 لاعب ماشي ضد 11، كنحسب دائما الاربيت ضدي كنلعب هذا، ما عطيش القيمه، خلي يعمل اللي بغا، ولكن خصنا تكون عندنا واحد الخطه ونموت عليها، نموت بالحق ديك الخطه تكون على المستوى، ويكون لامبيانس ديال الستاف مع اللعابه يكون على المستوى الكبير. حنا ما شفنا، انا ما شفتش داك الشيء لا في وسط الملعب، كنشوف اللعابه ما هماش في الوجه ديالهم، ما هماش يعني مريحين، ما هماش يعني صبر الراحه ديالو، ما كاينش من داك الشيء هذاك، وهذاك الشيء كامل من ايش؟ من المدرب. يعني مدرب ليا انا مسكين، ربنا خلقتنا انا يعني انا احسن لي انا ما جيتش والله. اذا السي محمد كيقول هو ما خصوش المدرب يبقى. لا ما خصوش يبقى، المصمم ما يبقاش، انا شكون انا واحد الاوبينيون ديالي، انا واحد كنعطي ملاحظه. انا من علاش انت لاعب دولي سابق وعندك تجربه كبيره وكبيره جدا، اللي هيرفي رونار ما عندوش التجربه ديالك والاحتراف اللي دوزتي انت، يعني عندك حق تتكلم، وهذاك فريق وطني مغربي لجميع المغاربه، لانك لاعب دولي ودربتي ولعبتي وعطيتي. علاش علاش كتجيني النفس على المملكه ديالي؟ نعم المملكه ديالي الحمد لله كانت على المستوى الكبير في الكره، وكانوا لعابه كبار في الكره، وكتجيني النفس هذيك هاد اللعابه. انا كنشكرهم، اللعابه دخلوا عملوا على المستوى اللعب ديالهم، يعني كافحوا وعملوا المجهود وعملوا هذا، ولكن ماشي كافي. شكون اللي ما خلاهمش يكونوا ماشي كافي؟ شوف ما الله اعلم، شوف شنو وقع لداخل الداخل عندهم، ولكن خصها تكون عندهم واحد. انا كنقول لك كويريه ككويريه، الكويريه عندنا، احنا دائما المغرب عنده المستوى الكويريه دائما على المستوى الكبير. اذا خص رئيس الجامعه يكون كويري في التاريخ ديالنا. نعم عندنا يعني التاريخ ديالنا بالكره، للاسف للاسف هاد التلفزيون ما كيدوجوش التاريخ بالكره. نعم. بالكويريه ديال المغرب، انا ما عمري شفت شي تلفزيون ديال المغرب دوزت شي حياه ديال اللاعب في شي فريق. دابا عاد شفت شي حاجه ديال الظلمي، شي حاجه هكذا كي هادي واحد الظلمي، فهمتي؟ ما تبقى ما كنشوف والو. كنشوف انا اللعابه ديال سود امريكا، اللعابه الاوروبيين كيدوزو علينا حنايا. ايوا حنا كيفاش بغيتي الشباب ديالنا يعرف الكره ديال شنو؟ الكره ديالنا شنو؟ الاصل ديال الكره الكويريه ديالنا اللي شنو عطاو وفين وصلوا وفين مشاو وشنو عملوا، فهمتي؟ يعني هذا وهذا للاسف هذا هو التحطم الكبير اللي كتحطمو التلفزيون، كتحطم ما كتدوش كما ينبغي اللعابه ديال الكره. علاش؟ اش عندنا حنايا؟ وكما لعابه الكره كما الرياضيين كلهم، الرياضه ديال القوه ديال البوكس ديال الكاراتيه ديال الهاندبال الباسكيت القوه، القوه فين القوه؟ فين القوه؟ كنا العاب القوه. نعم العاب القوه كنا حنا الممتازين. كنشكر هذوك اللعابه المساكين الله يذكرهم بخير ان شاء الله، ربي معاهم ويزيد لهم ربي في العمر، دوك ديال القوه ولا ديال البوكس ولا ديال الكاراتيه، وسير وسير وسير، فهمتي؟ ولكن ما كتشوفش بان سي محمد الرجل المناسب في المكان المناسب؟ ما كاينش عندنا في المغرب، وحنا الصراحه منظومه الرياضيه عندنا في المغرب مع الاسف كاين شباب، كاين شباب المغرب كله شباب، ولكن ما كاينش اللي عطاه الفرصه. انت تكلمت كثير على الرياضيين، كنت كنتمنى صراحه كنت كنتمنى يعني شي نهار لعيب ديال الكره يكون رئيس ديال لا فيدراسيون، يكون لعيب ديال الكره ومعاه غير كويريه، يعطيهم واحد الريجيم بحال كاس العالم واحد اربع سنين ويشوفوا اش غادي يعملوا، يعني يجيبوهم كاملين، يجيبوا الرئيس وذاك الرئيس يجيب معاه اللعابه اللي خصو، ما يجيبش دوك البرانيين ولا هذا، وتبعد شويش من الامور السياسه وهذا،
فهمتي؟ اه وغادي تشوف كي تنجح كرة القدم، كنهضر على كرة القدم، ما هذوك ديال البسكليطة مساكن هذوك سالاو معاهم صافي وداو مع هذوك المساكن ديال البسكليطة تما والو، فهمتي؟ كافحوا هادي هما مساكن يلاه كيقولوا في سبيل الله. إذا سي محمد الرياحي باش نكملوا الحوار ديالنا ما غادي نطولوش كثير، يعني رأيك في المدرب هيرفي رونار اللي تكلمنا عليه هو فشل في المهام ديالو، لأن باش ننجحوا واحد الراجل هو فشل، لا نكونوا واقعيين نكونوا موضوعيين نكونوا معقولين في الكلام ديالنا. المدرب الناجح هو اللي كيمر الدور الثاني. سيدنا نهزم في المقابلة الأولى والذي يتحمل المسؤولية ديال الهزيمة، ثم في المقابلة الثانية أمام البرتغال نهزمنا بنفس النتيجة، فعلا هناك تحكيم ما كانش يعني صعب في صالح المغرب، لكن المقابلة الثالثة لا تسمن ولا تغني من جوع مع اسبانيا، ما عندها حتى شي أهمية، وبالتالي يعني الرجل يعني فشل فشل ذريع. شوف أنا ليا أنا يعني اش غادي نقول لك، لي زاربيتراج ملي كنت كنلعب كنت كنحسب راسي لاعب ضد 12 لاعب ماشي ضد 11، كنحسب دائما الاربيت ضدي كنلعب هذا، ما عطيش القيمه، خلي يعمل اللي بغا، ولكن خصنا تكون عندنا واحد الخطه ونموت عليها، نموت بالحق ديك الخطه تكون على المستوى، ويكون لامبيانس ديال الستاف مع اللعابه يكون على المستوى الكبير. حنا ما شفنا، انا ما شفتش داك الشيء لا في وسط الملعب، كنشوف اللعابه ما هماش في الوجه ديالهم، ما هماش يعني مريحين، ما هماش يعني صبر الراحه ديالو، ما كاينش من داك الشيء هذاك، وهذاك الشيء كامل من ايش؟ من المدرب. يعني مدرب لي انا مسكين ربنا خلقتنا، يعني انا احسن لي انا ما يجيش والله. إذا السي محمد كيقول هو ما خصوش المدرب يبقى. لا ما خصوش يبقى، المصمم ما يبقاش، أنا شكون أنا والوحيد لوبينيون ديالي، أنا والوحيد كنعطي ملاحظة أنا من السي. علاش أنت لاعب دولي سابق وعندك تجربة كبيرة وكبيرة جدا، اللي هيرفي رونار ما عندوش التجربة ديالك والاحتراف اللي دوزتي أنت، يعني عندك حق تتكلم، وهذاك فريق وطني مغربي لجميع المغاربة، لأنك لاعب دولي ودربتي ولعبتي وعطيتي. علاش؟ علاش كتجيني النفس على المملكة ديالي؟ نعم المملكة ديالي الحمد لله كانت على المستوى الكبير في الكرة، وكانوا لعابة كبار في الكرة، وكتجيني النفس هذيك هاد اللعابة، أنا كنشكرهم اللعابة دخلوا عملوا على المستوى اللعب ديالهم، يعني كافحوا عملوا في الفريق الوطني المغربي. وقلت بأن المدرب هيرفي رونار ما كانش يعني المدرب المناسب في الفريق الوطني المغربي، لانه محدود، يعني يقدر يكون ناجح في افريقيا وما يكونش ناجح في كاس العالم. سي محمد الرياحي ما شفناش لاعبين القدام في المونديال، يعني اي منتخب شفنا عنده لاعبين قدامين جابوهم للمونديال وشفناهم في الشاشه، يعني ذكرنا يعني كثير ديال اللاعبين، لا من البرازيل ولا من اوروغواي ولا من كرواتيا ولا من اسبانيا، ولا كل هاد اللاعبين جابوا اللاعبين ديالهم القدام الا ديالنا، يعني علاش هاد شفنا يعني وجوه ما كتمثلش، ما عندها حتى شي علاقه بكره القدم شفناها يعني في الملاعب. واش غادي نقول لك هي اش غادي نقول لك اخي، هذا الشيء هذا كيتحمل به المسؤوليه الرئيس ديال لا فيدراسيون، هو اللي خصو يفكر في دوك اللعابه القدماء، ماشي السكرتير ولا شي عذر من لا فيدراسيون، لا الرئيس خصو يكلف واحد، فهمتي؟ يقول له فوالا تكلف لي باللعابه القدماء، يعني عندي هاليبي اللي عندي، هالي اشوف لي هاد اللعابه هادو من 58 وانت طالع ديال 86 وديال السبعينات وديال التسعينات وديال الالفين، يعني السيليكسيون كامله يديروا، لما كانش كافي غادي بعدك غير واحد 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 وغادي يمشيو وغادي ان شاء الله يكون هذا، ولكن اللي مكلف بالامر ما كملش بالواجبات ديالو، وهذا الشيء خصو العقابات عليه، يعني ماشي خصو خصو الحساب، خصو يتحاسبوا معاهم على هذا الشيء، مسؤوليه بالمحاسبه. وي مسؤوليه بالمحاسبه، شكون اللي يحاسبوا؟ ايه هي ودي تحاسبوا الفيفا.
حسبوا الفيفا حسبوا الرياح يعني بعد اللاعبين الدوليين كاحمد فراس عسيله لمريس شفت ديال 70 86 باقي حيين الله يطول لهم في العمر ما شفناهمش ومثلك انت كذلك انت اللي خصك تكون تما شفت غير الاخ مسكين الاخ العزيز عليا تيمومي يعني بالقطيب ديالو جالس هكا قلت تيموش كامل هذا وفي ذاك المنظمة مع هذا الجمهور هذا الشعبي جالس هذاك الرزق خصو يكون يعني في المنصة الشرفية شفنا تما اللي ما كنعرفوهمش في ديك المنصة دانس واحد الطار تما هيدا ما شفت حتى شي لاعب اللي كنعرف واللاعب اللي كان اللي كنعرف انا جالس في الديشي الله يا ودي عار وحشومة يا رئيس الفيدراسيون الله يا ودي راه المغرب المهاجرين ديال المغرب كل شافوا ذاك المنظر وما عجبهمش الحال على العزيز عندنا التيمومي واللاعب اخرين كاملين اللي دازوا ديال الكرة الذهبية محمد التيمومي مثله مثل فرس غادي نقول انا محمد فرس 75 كرة الذهبية كذلك يعني الناس اللي عطاو كثير الكره المغربيه ما كانوش موجودين في المونديال وفي الملاعب وهذا المشكل غادي نقول انا ماشي نقول مشهور ومنسي انا منسي مخليني ولكن الراس اللي سبر كره ذهبيه مسكين ومؤدب واخلاقه ما يحشمش بالرئيس ديال الفيدراسيون راه عنده شرف كبير حتى المدين غادي يقولوا هذاك فاز بكره الذهبيه احسن لاعب افريقي وعربي غادي يشرف المملكه العربيه داك الراجل هذاك فهمتي الصراحه نقولوا نكونوا واضحين التيمومي غادي يشرف بالكره المغربيه تما في وسط روسيا فهمتي ولكن حطموا شكون اللي حطموا لي انا حطموا رئيس الفيدراسيون هو اللي حطموا وحطم دوك اللعابه كامل القدماء اذا السي محمد الرياحي جسمك رائعه وما كنسخاوش بك يعني خدينا الاراء ديالك وخدينا الفكره ديالك على الفريق الوطني المغربي والمشاركه ديالو في المونديال روسيا 2018 ومن يتحمل الخروج المبكر من المونديال انت قلت بان المدرب هو الذي يتحمل المسؤوليه ديال الخروج وديال الهزيمتين الاولتين امام ايران والبرتغال سي محمد الرياح هذه خلي لك الكلمه الاخيره للجماهير المغربيه والموقع اخبارنا اللي كتجري معك اللقاء يعني اخبارنا المغربيه اخي اخبارنا كنشكرها بزاف دائما معايا شكرا بزاف وعد يعني كيشجعوني وكيعطوني واحد النقطه ديال الدم كان يعني باش نخرج شوي الصدري بحال الملك الصغير كنلعب كره فهمتي ولكن هنا الله يخليكم انا كنشكر واحد الاخ العزيز عليا السي بن منصور في دار البيضاء هو اللي كان في ديال هذا يعني مقابلة التكريمية اللي ديالي نعم كنشكرو هو وجاب دوك الشرفاء كنقول لهم انا الشرفاء ديال الرؤساء ديال المغرب اللي كانوا قديم في ذاك الوقت ملي كانت الكرة ظاهرة في المغرب واللعابة ظاهرين في المغرب جاو جاروني تما جاوني على العريش واللعابة حتى هما ديال دوك اللعابة اللي جمع كاملين جابوا من العريش كنشكرو بزاف عمل المجهود ديالو مسكين وعمل الحاجات ديالو معايا مزيانة وكنشكر العامل ديال ذاك الوقت ديال العامل ديال العرايش وكنشكر السكرتير ديالو وكنشكر حتى وكيل الملك حتى هما وقفوا معايا مساكو داك الكوميسير والبوليس وقفوا معايا كنشكرهم بزاف 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 اذا كيقول سي محمد كيشكر هاد الناس هادو اللي كرموه ووقفوا معاه شنو تقول في حق الجامعه اللي انت كتسلل الفلوس يعني منذ ملي كنت لاعب دولي كنت كتجي من كوردوبا ومن اسبانيول كنت كتجي من جيمك يعني كتخلص من جيمك واش غادي نقول لك كانوا كيسردوا لي التيليكس ذاك الوقت التيليكس كيجيو عندي في النادي كيجيبوك عاود عندي الملعب كيقولوا لي هاك راك عاد مشيت تمثل بلادك في هذا بون وكنقول لهم هادشي اللي كان اجي راه غادي نلعبوا المباراه نهار الاحد الساعه فلان ثانيه نهار فلان فلاني خصك تكون في لوطيل فلان فلاني اوطيل فلان فلاني هو عين دياب في ذاك اوطيل تروا سويس مشهور ديال لعابه الكره في ذاك الوقت بون كنصبر شنعمل كنقول لهم نقطع البيا كنمشي كنقطع البيا ديالي الترن من كوردوبا من كوردوبا كنخرج في الوحده د الليل ما كنوصل حتى 8 الصباح ناعس كتسوى الفلوس باش تمشي في هذا بوحدك ناعس كنصبر البيت الطياره كنصبر الطاكسي كنخلصو حتى لبراخاش كنصبر الطياره حتى الدار البيضاء الدار البيضاء كنجبر راسي بواحدي ولا حد استقبلني ولا صحافي ولا والو هادشي من اول زمان كنصبر الطاكسي كيديني لا فيدراسيون وصلت هكا مع جواه الخمسه الله خمسه هكا سته
كان زوار واحد السيد كان عندهم خدام تما اسمه مؤمن باقي كان قاعد، قال لي ما استقبلك حد؟ قلت له لا، قال لي يكون عندهم الشغل وهذا وما فكروش. قلت له عري الله صبرني الدنيا العين دياب طلوا سويس في المباراة ديال كاسر الفلوس ديال المباراة ديال هذه ديال اسبانيا ديال اسبانيا كان سالم المباراة ديال مدريد فوز مدريد عاوتاني يعني لما نهزم المغرب 3-2 وانت اللي سجلتي الهدف الثاني. نعم، وكان سهلهم الفلوس ديال مشينا نلعبوا مع فرنسا ضد فرنسا دار البيضاء اللي ربحناها بجن واحد، هذه حتى واحد ما كيهضرها ما كيرضاوش يقولوا بالله احنا ربحنا فرنسا، ولا تلفزيون ولا صحفيين يهضروا يفكروا على ديك جوجن واحد ضد فرنسا، ما كيرضاوش. ما عرفتش انا هذه القضيه هذه. اذا شكرا جزيلا سي محمد الرياحي الاسطوره الكبير اللي كنفتخروا به كمغربي، هو غيور على البلاد غيور على الوطن وكيحب كره القدم، نتمنوا له الصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. كنشكرك جزيل الشكر ونلتقي بك في لقاءات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله، وشكرا لكم اخي العزيز، كنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى النجاح الاخباريه اخبارنا المغربيه النجاح كبير ان شاء الله لكم والاخوان ديالك اللي معاك، وكنشكرهم كنشكرك انت بزاف اللي معد معايا دائما كتجي تال مالين من بروكسل المالين، كنشكرك بزاف اخي. شكرا سي محمد.